السكر ليه جانب إيجابي وجانب سلبي، لأن دايما بنقول شعارنا لا إفراط ولا تفريط. السكر الجسم محتاجه لأنه محتاج الجلوكوز اللي بيدي طاقة للخلية. المخ عندي ما يقدرش يشتغل من غير جلوكوز عشان يقدر يركز ويكون في حالة وعي طول الوقت. المشكلة بتحصل إن إحنا بنفرط في كميات السكر المتناولة، فبالتالي بيصبح السكر من أكثر المواد سمية وبيسبب 90% من الأمراض المنتشرة اللي موجودة حاليا. خلينا كده في بداية الأمر نشرح للسادة المشاهدين السكر بيشتغل إزاي في جسمنا. سبحان الله، إحنا أول ما بناكل السكر الجسم أو خلايا الجسم ما بتقدرش تتعامل مع السكر بشكل مباشر، يعني أن السكر مش هيقدر يخش الخلية، لازم في خدمة التوصيل للخلية. اللي بيقدم خدمة التوصيل للخلية هو هرمون طيب الأنسولين. يعني السكر مفيد لكن الإكثار منه طبعا. إمتى أقول أن أنا دي نسبة عالية هتضرني؟ لما بيحصل يا فندم أن هرمون الأنسولين اللي بيوصل السكر للخلية، لما هرمون الأنسولين بيوصل لها السكر خلاص، لو كمية السكر في جسمي مناسبة الخلية بتاخده وبتبتدي تشتغل عليه. طيب السكر زيادة عن حاجة الخلية بيبتدي الأنسولين يوجهه للكبد، الكبد هنا بيبتدي يحوله لحاجة اسمها الجلايكوجين. الجلايكوجين ده بيكون وقود للجسم في حالات الجوع أو الصيام لساعات طويلة، لأن أنا أثناء الصيام مثلا ما باكلش سكر، ولكن الجسم عايز السكر وخصوصا المخ، يبتدي الكبد يضخ الجلايكوجين في الجسم مرة تانية ويوفر. طب الكبد خد مخزونه من الجلايكوجين، الفائض هيبتدي الفائض ايه؟ السكر عالي في الجسم، الانسولين عالي لانه بيحاول يسيطر عليه طول الوقت، فيبتدي الانسولين يحول السكر الزياده لخلايا دهنيه في منطقه البطن، فتبتدي من هنا تحصل عندي اول مشكله وهي مشكله السمنه. الانسولين لما كمان بيبقى عالي طول الوقت في الجسم وخصوصا للاطفال، هرمون النمو ما بيقدرش يشتغل معاه في نفس الوقت، فيكون هرمون النمو نايم ومريح والانسولين هو اللي عالي، ومن هنا بيجي اضطراب في نمو الاطفال. لان انا راكنه ده سبب السمنه المفرطه اللي بنلاقيها في الاطفال. ده سبب يا فندم السمنه المفرطه، لان الانسولين عالي، السكر بتحول لخلايا دهنيه السكر، فبالتالي بتيجي السمنه. السمنه بقى عندي كمان بتعمل لي ايه؟ بالنسبه للسيدات بتزود نسبه تكيسات المبايض اللي بتسبب طبعا اضطرابات هرمونيه وتساقط شعر ومشاكل خاصه بالسيدات. عندي السكر لما بيعلى الالتهابات بتعلى صحيح. في الجسم، فبالتالي الكوليسترول بيفرز بكميات زياده عن المعتاده، يعني هو جسمنا بشيء طبيعي الكبد بيفرز كوليسترول بنسبه ملائمه بشكل يومي، جزء من شغله اليومي، ولكن لما بتزيد الالتهابات بيزيد الكوليسترول، هيزيد عندي الكوليسترول صحيح. هتبتدي الاوعيه الدمويه عندي تتاثر، يبتدي القلب يحصل مشكله، الاوعيه الدمويه اتاثرت يبتدي يظهر عندي مرض الضغط. كمان الانسولين طول ما هو عالي في الجسم وطول ما السكر عالي بيبتدي يحصل عندي حاله من النهم والشعور بالجوع طول الوقت، لان من اضرار السكر الزياده انه بيديني شعور بالجوع لفترات طويله. يقول لك الحاجات المسكره بتتهضم بسرعه وتحس تاني. هو مش بتتهضم بسرعه، هو الانسولين بيحاول يسيطر فبينزل نسبه السكر وبيزود عندك الشره كمان بالظبط، فبتزود من هنا النهم والجوع.